السلام عليكم. انقلاب حافلة للمسافرين على متنها 24 مسافرا. لكن قبل الخوض في تفاصيل هذا الخبر، لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك في القناة لتتوصلوا بآخر الأخبار المغربية. انقلبت حافلة لنقل المسافرين يوم أمس الخميس بالمقطع الطرق الرابط بين الرشيدية وورزازات، ولحسن الحظ لم يسفر الحادث عن أي وفاة في صفوف الركاب. الحافلة كانت قادمة من مدينة رشيدية ومتجهة إلى مدينة ورزازات قبل أن تنقلب مخلفة إصابة العديد من الركاب بجروح وكسور وصفت بالمتفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى بمدينة تنغير. وحجت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية والقوات المساعدة إلى عين المكان لتأمين عملية السير وتحرير محضر في الحادث. إخوانا مع ديرا، يلا شديت المعلومة. 19 فيها 19 جرحى، ولكن الحمد لله يعني الأغلبية الجرحى كلهم بخير على خير، يعني ما كاينش شي حالة خطيرة اللي كتستدعي التخوف.